تنطلق اليوم الدورة الرمضانية 11 اللي تنظمها مؤسسة الشارقة رياضة المرأة على مدى 11 سنة سابقة برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة حاكم الشارقة ورئيسة مؤسسة الشارقة رياضة المرأة. تشرفنا اليوم بافتتاح هذه الدورة بالجلسة الرمضانية بتواجد سعادة خولة الملة رئيس مجلس استشاري في إمارة الشارقة، وأيضا سعادة عيسى هلال الرعاة الداعمين والاستراتيجيين الدائمين من مجلس الشارقة الرياضي لهذه الدورة المتميزة في الحقيقة في كافة دوراتها السابقة. نتمنى التوفيق لكل لاعباتنا اللي يمثلون تقريبا 22 فريق مشارك في هذه الدورة، التوفيق والنجاح بإذن الله. يشارك في الدورة الرمضانية ل 11 تقريبا 25 نادي مشاركين أو فريق بأكثر من 340 لاعبة مشاركين. طبعا الدورة هذه دورة مفتوحة لكافة المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء دولة الإمارات.